انا النهارده هعمل مشروم، هعمل ارنب بالمشروم والطماطم. تعالوا نشوف ازاي ده هيتعمل، يلا بينا. زي الفل. نرجع الطاسه دي على النار تاني، كنت شلتها عشان كانت سخنت زياده عن اللزوم. هاجي هنا هجيب سكينه واجيب الاستاذ ارنب. في ناس بقى ما بتحبش الارانب ابدا، يمكن عشان شكلها شبه القطه كده شويه، بس هي طعمها حلو ولحمها خفيف جدا مغذيه، واللحم بتاعها مش دسم ومش تقيل على الهضم، بتتهضم بكل سهوله. انا شلت برضو الراس بتاعته عشان ما يبقاش الموضوع عنيف. وبعدين دي نقطعها على نصين او ثلاثة، في ناس بتقطعها ثلاثة في ناس بتقطعها اثنين. تعالوا نقطعها ثلاثة عشان تبقى قطع اصغر شوية. يلا بينا. هنا الزيت سخن على النار، عايز بس افتح كده شقر على الرز وشوف ايه الاخبار. الرز بيتشرب لسه ما تشربش، هنسيبه كده على النار شوية لغاية ما يتشرب كويس قبل ما احط الخضار. تعالوا نقفل عليه مرة تانية. هاجي هنا هجيب بولة وهحط فيها الأرنب اللي أنا قطعته، وبعدين هاخد بقى رشة من الملح، فلفل أسود، شطة خفيف، تقليبة حلوة. وبعدين هاجي هنا هنزل بالأرنب في الزيت السخن. عايز بس دلوقتي الأرنب ياخد لون حلو. من على الجانبين. لسه في قطعتين كمان من الأرنب هنستخدمهم. نبص على الرز كمان بصة، الرز بدأ يتشرب، الرز بدأ يتشرب. ممكن نديله تقليبة كده خفيفة زي الفل. بصوا بقى هنا الرز كده خلاص اتشرب. كل اللي أنا هعمله إن أنا هجيب الخضار اللي أنا شوحته وأحطه فوق الرز بعد ما الرز اتشرب، ومش هقلب، هسيبه كده وهقلب في النهاية علشان مش عايزه يعجن. نجيب بس الغطا ونغطي. هجيب طبق تاني واطلع قطع الارنب اللي انا شوحتها. عايز اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط بقيه قطع الارنب ومعاها في الطاسة هحط المشروم. مشروم كامل زي ما هو كده. هضيف شوية زيت. زيت عندنا خفيف كده. تقليبه كده سريعه للمشروم. المشروم بدا هياخد ريحه تشويح حلوه جدا، وكمان ريحه من تشويح الارنب نفسه هتدي ريحه خطيره وطعم خطير كمان.
وهو على النار كده المشروم بديله شويه ملح علشان ادبله شويه عشان اطريه شويه، شويه فلفل اسود للتتبيل كمان، تقليبه كمان. هطلع بقطعتين الارنب دول كمان. الارنب ما بياخدش وقت في التسويه، ما تزودوش تسويه الارنب عشان يطلع طري وحلو. تقليبه كده محترمه. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب دلوقتي عصير الطماطم وانزل بيه هنا ومكعبات الطماطم. تقليبه حلوه. حلو جدا. هعمل ايه؟ هاخد دلوقتي قطع الارنب واحطها هنا. ارنب بالمشروم والطماطم طعمه حلو جدا، عايزكم تجربوه. وبعد كده بحاول كده بس انزل شويه الارنب عشان ياخد من طعم الصوص، ومش عايز ازود ميه كتير، هحط دلوقتي ميه بس مش كتير، تعالوا بس ناخد شويه كده من الميه اللي نزلت او الجوس اللي نزل من الارنب نفسه. هاجي هنا هضيف شويه ميه بس مش عايز اضيف ميه كتير. وبعدين هاجي هنا هجيب الفويل واغطي على الارنب. ابو حميد ابو حميد وحشتني. مخرج بس برنامج بيه بينكشني بس. طيب انا دلوقتي بناء على رغبات المخرج احمد عبد الحميد هطلع فاصل. هطلع فاصل بعد ما كنت خلاص خلصت الارنب، خلصت التشويح ونزلت المشروم، خدت تشويحه كمان، حطيت الطماطم، مكعبات الطماطم وحطيت صلصه الطماطم، رجعت الارنب تاني وكنا متبلين بملح وفلفل وشطه كده. تعالوا بقى نغرف دلوقتي الارنب وبعدين نغرف طبق الحلو ده، مش هنستخدمه خلاص دلوقتي. الارنب يلا بينا. الأول عايز أبتدي بقطع المشروم. ناخد واحدة كمان كده. وبعدين ناخد بقى قطعة كده من الأستاذ أرنب نفسه. ونوقف عليها بقى قطعة تانية تدي شكل مختلف عن الشكل الأولاني. هل هنسكت؟ لا، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب معلقه، نفس ممكن نفس المعلقه الكبيره اللي كنا بنعمل بيها بطاطس، وننزل بقى بيها بشويه كده من الصوص الجميل، تسويه المشروم وتسويه الارنب الحلو ده ينزل كده حواليها، يديها طراوه حلوه كده، طعم جميل، نكهات حلوه. أرنب بالمشروم والطماطم برضو من الحاجات اللطيفة جدا.